السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا مسمن بطريقه جد بسيطه بدون عجن بدون دلك بواحد المكون ولا واحد الخليط راح يخليه يجي مورق، يعني ما شاء الله يمدلو بنا وتوراق وراح ينجح لكم من اول تجربه ان شاء الله. اتبعوا برك الفيديو حتى الاخر. نبداو بسم الله. عندي لهنا زوج كيسان دقيق يكون الرطب كامل، يعني السميد الرطب كامل، وراح نعطي لكم يعني نهضروا بكل وضوح. المسمن ولا المحاجب 99% اللي ناجحهم هو للسميد ولا الدقيق. اذا كان عندك سميد يكون ابيض، السميد المليح للمسمن هو هذاك اللي يجي ابيض، كي تشوفوا تلقاوه ابيض ماشي هذاك الكحل، تلقاوه ابيض. انا لهنا هاد السميد شريت تاع الميزان واسمه الممتاز، درت زوج كيسان سميد ودرت معاه زوج كيسان فارينه. وثاني المسمن لازم ديروا له كميه مليحه تاع الفارينه باش يجيكم هكذا واقف، ما يجيكمش هكا مبلاطي وجوغ يجي يابس، يجي طري. لازم ديروا قد السميد قد الفارينه. درت مغرف صغيره ملح ومغرف صغيره تاع العسل، والدور تاع العسل راح يخلي لنا المسمن تاعنا يجي حمر، ولا ما تحبش العسل عادي دير بلاصتها السكر. نخلط هذه المكونات كامل كيف كيف، نعمر كاس تاع الماء، يعني انا استعملت كاس بالكاس. الكاس الاول راح نديرو دفعه واحده، والكاس الثاني راح نضيفه بالتدريج، ونبقى هكا نطم في العجينه تاعي. لازم العجينه ما تكون طريه ما تكون يابسه. وكما قلت لكم المسمن ما في حتى سر، ما في حتى حاجه. نسبه نجاحه الكبيره الكبيره هو السميد، لازم يكون السميد مليح. وتاني حاجة يحب الراحة، يعني قد ما تخليه يريح قد ما راح يمدلك نتيجة أحسن وأحسن. شوفوا لهنا طميتها بلا ما ندلكها. بالنسبة للماء الكاس تاني شوفوا شحال قعد لي، حوالي كاس إلا ربع. شوفوا ما ندلكها ما والو، شفتوني ما دلكتها ما والو، راح ديريكت نديرها داخل ساشي ونخليها تريح أقل شي ساعة زوج سوايع. قد ما خليتوها أقل شي ساعة، يعني من ساعة وطلع زوج سوايع ثلاث سوايع ربع سوايع، قد ما تخلوها قد ما راح تولي لكم ما شاء الله. انا للامانة خليتها حوالي ساعة ونص. نعاود نولي العجينة تاعي، شوفوا يعني ساعة ونص، شوفوا كيفاش لقيتها ما دلكتها. شوفوا تلمو السميد هذاك مليح، شوفوا اوندي غي دلكتها ودلكتها وانا كامل ما دلكتهاش. نعاود هكا غير نطمها. وتاني السميد هذا يعني ما فيش هكا حبيبات ولا جاي رطب، اوندي غي فارينه، يعني ما شاء الله. نوعيه السميد واسمها سميد الممتاز. شوفوا شوفوا هذوك النبولات كي يديرلكم هذوك النبولات تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي هايله. راح نجي لهنا نديرها هايدا كويرات، الحجم نتوما اللي تحكموا فيه. يعني هاد العجينه لو كان نزيد ندلكها يعني تولي لكم ما شاء الله. انا ما حبيتش نعيي روحي معاها، ملي تحب تدلكها تدلكها راح تزيد تجيها خير وخير. يعني السميد قد ما ندلكوه قد ما راح يجينا احسن واحسن. بهاد الشكل وراح نزيد نغطيه ونخليه يريح في هاد المرحلة تاني، يعني اقل شي تخلوه ساعة. واش معنتها المسمن كيفاش تخدموه؟ خدموه مع شغلكم، يعني نوضي صباح اعجنه ديريه داخل الساشي روحي خدمي شغلك، عاودي لهنا بقليه كيما نقولو وعاودي غطيه وروحي زيدي كملي شغلك. هاديك هي ما بيد الزوج ولا تلقايه واجد. ولهنا راح نوجد لكم الخلطه السحريه للمسمن. راح ندير زوج مغارف كبار مارغرين، انا للامانه استعملت الزبده كانت عندي الزبده، وراح نضيف عليها زوج مغارف سميد متوسط، ماشي سميد رطب، سميد متوسط. شوفوا متوسط زوج مغارف معمرين مليح مارغرين، زوج مغارف سميد متوسط، ومغرف صغيره معمره مليح تاع خميره الحلويات. نخلطهم كامل كيف كيف. شوفوا يعني هذيك الخميره وهذيك الزبده راح يمد بنا للمسمن تاعي، وتاني هذيك الخميره راح تمد له واحد الخفه، يعني يجي بزاف خفيف، وتاني يجي مورق، مستحيل ما يتورق لكش بهذه الخلطه، يعني مستحيل. جربوها ورجعوا لي
الخبر، نجي نحطها لهنا في الطبسي ونحطها قدامي، ونجي ندهن كامل طاولة العمل بشوية تاع الزيت بهذا الشكل، ونحكم كويرة، وراح نبقى يعني هكا نسرح فيها على طاولة العمل حتى نشوف يعني طاولة العمل تولي تولي تبان لي من تحت. لازم تكون رقيقة رقيقة بزاف باش يجيكم مورق من الداخل ويجيكم خفيف. شوفوا لهجينا تمدلنا الطو هذا كامل باسكو دقيق تاعي مليح ما تتقطع ما والو. شوفوا تنجبت كيما تحبي، وشوفوا دير هذوك النبولات اعرفوا بلي راهي ناجحه. بهذا الشكل، ونجي لهنا ندير كميه قليله بهالطريقه هكا، ونمسحها كامل على العجين تاعي. نجي لهنا نطوي، نزيد ندير شويه زيت، نزيد ندير شويه من هذيك الخلطه، يعني كل ما نطوي وحده ندير شويه من هذيك الخلطه، غير شويه ما تكتروش. احتمد واحد التوراق، ويعني كي تكونوا تاكلوا في المسمن تلقاو هذوك الحبيبات تاع السميد الداخل، يعني يجي ما شاء الله. ونجي لهنا نحطها جانبا، وراح نزيد نخدم واحده اخرى، يعني شوفوا نخدم ثلاث حبات باش نعاود نولي الحبه الاولانيه، هذه الحبه الثانيه في هذه المرحله ثاني كيحب يريح. هكذا ندير شويه من هذيك الخلطه ونكمل بنفس الطريقه. الا هنا انا خدمت ثلاث حبات، راح نعاود نولي الحبه الاولانيه اللي خدمتها، ونجي لهنا هكذا نسرحها شويه. الحجم نتوما تحكموا فيه، تحبوهم خشان تحبوهم رقاق كيما تحبوا، انا درتهم شويه رقاق بهذا الشكل. وفي هذا الوقت نكون سخنت الطاجين تاعي ولا المقله تاعي، وراح نديرهم يطيبوا. لهنا كيما راكم تشوفوا حطيتها هكا على المقله، وانا دوك نعاود نقلب للطابونه، نحب نطيب على الطاجين يجوني خير وخير، وتاني يعني نطيب بالزوج تمتم نكمل. شوفوا يعني هكا نقعد نقلب فيها حتى طيب لي كامل. شوفوا هذاك اللون، يعني هذاك اللون تاع العسل، وتاني كي يكون المسمن ناجح يمد لكم هذاك اللون. نزيد نطيب الحبة الثانية بنفس الطريقة، شوفوا يعني خفيف ما شاء الله. هذه الخلطة يعني صح خلطة سحرية، خلطة سحرية، نتمنى منكم تجربوها. لهنا ساي راهي طابت، ونكمل بنفس الطريقة. شوفوا لهنا كيفاش يتنفخ، يعني الحبات اللي مورا هادو تنفخوا لي اكثر من هكا، يعني يطلعوا كامل يتنفخ لك بزاف. وهذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم اللي هي مسمن بدون دلك بدون تعب بالخلطه السحريه. جا ما شاء الله شوفوا اللون تاعو شحال شباب، المذاق تاعو روعه، هذيك الزبده مدت له واحد المذاق هايل داخل، يعني تمدلو بنا بزاف هايله. شوفوا يجي رقيق مورق، يعني كل ورقة تلقاوها وحدها. ونجي لهنا نقسم لكم حبه هكذا باش تشوفوا الداخل كيفاش جا.
شوفوا يعني هايل. شوفوا هذوك الورق شفافين، كل ورقة وحدها. وفي الأخير ما علي غير نقول لكم شكرا على المشاهدة، إلى وصفة لاحقة إن شاء الله. سلام.